احلى شيء هون بالسوبر ماركت عاملين لنا قعده مشان اذا بدنا ناكل منعيش. والله احلى شيء. شو انواع الخبز الموجوده عندهم؟ هذا الخبز التركي. هذا خبز التركي. تركي بتعرف لي حياتي من هيك؟ تعال نجربه. ما بعرف اذا كنت خبز. هذا خبز مع الحبوب. هذا بعتقد محشي، بس شو محشي ما بعرف، ما عندي فكرة. هذا مثل الباجيت على صغير. هذا الباجيت في أسمر وفي أبيض. مننقي منقوشتنا من هون وبسخن لنا إياها دغري. والله عم فكر جيب هيك فرن لعندي على البيت، كتير حببت لهاي الفكرة، بينخبز فيها كل شيء. هي مثل الطابوني يعني، نحط فيها الصويني أكل، كفتة بالصينية، فينا نعمل مرقد. قولوا لي أهم شيء أنت عندك المرقد يا ليلى. حتى جاتو فينا نعمل، بس بحس الحرارة كتير عالية لنعمل جاتو، بس بينجح إذا خففنا الحرارة على الجناب بينجح. ما بعرف شو رأيكم، اكتبوا لي شو رأيكم. بجيب هيك شيء بحطها بالجنينة برا. نجرب هاي حرحورة. حرحورة مع جبنة. تركية قال؟ تركية قال. والله عندهم اشياء تركية، انا فكرت كله فرنسي واجنبي، بس لا عندهم تركي كمان. هذا الميني بيتزا. قاعدين هلا ناطرين المنقيش ليوصلوا لنا. والله هذا طلعنا اياه هون عمل معروف مثلثات. هدي قطعهم كلهم مثلثات ولا؟ ايه كلش. ما عدا لا بدك تطلع انت؟ هذا نشوفه ليكو شكله بشهي يا جماعة. حيقطعوا المثلثات كلهم يا هادي ولا كيف؟ بجبنة وزعتر. لا ليكو هاي نصها جبنة ونصها زعتر لهادي. انا كمان طلبت نص جبنة نص زعتر. هيدي كيف؟ بس هون ايه هون مثل كيف زعتر؟ لا انا الجبنة والزعتر تاعي بدي اياها مثلثات كمان. كيف تاكل الجبنة مع الزعتر؟ ما بيأثر، ساعة جبنة. والله بيي انت بتشهي هيدي كل تركية. الحرحورة بتذكرني بالحرحورة السورية بصراحة. بنبسط أنا بالنقيش عندكم. ايه عن جد طيبين وبيشبعوا كبار. بتعملها كيف ومكمل مثل ما كنا نعرفها من زمان. ليكو حجمها بالنسبة لإيده هلا بتعملها كيف. الله وفي لك يا هالقد يا ناقصة شيء عرفت كيف؟ ايوه هيك كبير. هذا النص الثاني يا هدا. هذا لك خلص. الباقيين كلياتهم بنعملها مثلثات مثل البيتزا عشان الاولاد يرتاحوا هن وعم ياكلوها. هلا هديك الحرة حرة كتير؟ لا وسط وسط. يا هدك عملتها حرة كتير. ما في ناس يمكن ما بتتقبلها. شو هاي اللي بتيجي نصها جبنة نصها زعتر؟ فيكم تاكلوا القطعة اللي بتيجي هون على جنب كيف الماربل كيك، بتيجي هيك شوكولاته وفانيليا، هيك بتعطي نكهة كتير رائعة. ذكر لا انت جبنة زعتر من اول ما كنت تعجبك انه شو جبنة زعتر. يا جبنة يا زعتر. بس كنت تدوقي اللي انا كنت اطلبه او حبيت. ليكو حجمها شو كبير بالنسبة لايد هيدي، شايفين شو كبيرة؟ شو سعرها هي المنقوشة هون؟ هي المنقوشة. اكيد رح يحبوا يعرفوا سعرها، شو سعرها يا هيدي؟ شو سعرها هذا؟ شو سعره مثلا بده يشتري هيك؟ الجبنه 162 والتركيه 41. يعني هاي ارخص. اقل من دولار، وهي تقريبا 2 دولار. تمام. يا يامي سو ديليشس. تفضلوا معنا يا جماعه. مستفتحه بالجبنه اول شيء. والله عامل هيك وهيك. قطع لك اياها بس مش مربعات. مبلا مامي ليك شو عامله؟ يلا احملها هيك وكلا. يلا صحة وهنا. تشبه البيتزا. ايه بتشبه البيتزا. بسم الله. ليكو العجينة كيف؟ منا كتير سميكة والجبن كتير طيبة. ليكو الخبز شو بيجي طازة وفريش. يخبزها هونيك بهداك الفرن وهون بيكون سخن ودافي وجاهز للمبيع. خلينا ناخذ لنا جوله بعد ما خلصنا هالترويقه الطيبه. عن جد انبسطنا. شوفوا شو عندهم. خرجت تاخذوا هيك هدايا. تمر محشي. شو هيدا؟ فواكه مجففه. والباقيين قلوبات. هذا شو؟ رز؟ والله
الرز عضوي مشكل. مش بعرف هذا قسم الدايت. زيت جوز الهند والله رح ياخذ لي واحد، بس بدنا اياه يكون ناتوريل 100%، ما يكون مغشوش. شوفوا المكونات شو مكتوب هون، تعبئة شركة نبات العضوية. أنا الصناعة اللبنانية عن جد بفتخر فيها وبوثق فيها. والمكونات زيت جوز الهند، يحتوي على جوز الهند فقط لا غير. حاخدها، خلي هاي هون يا رب. والمناقيش اللي زادوا عدنا حطيناهم بكيس واخدينهم. احنا ما بنكب شي، ما عنا تبذير. هذا شو؟ تمر. لك هذا القسم هيدي كتير بيحبوه، قسم الساندويشات المحشية جاهزة بس بناخدها للأكل دغري. تكرار مرة جربناهم والله كانوا طيبين. وهوليك السلطات، جبنة ستية. شو فيها هاي؟ باشل تشيكن. لا هلا عن جديد عاملين حلو حلو جاهز، خارج الواحد ياخدها ودغري يتحلى. وهذا توست، توست محشي. شو هذا الحلو؟ بس مثل كريم كراميل وهيك قصص. حلو للناس المستعجلة الموظفة. بدو كنت اشتريت مية كبيرة فارد مرة. بدي اكتشف هذه كيف. هاي السكية افتحية. هاي منيحة إذا حدا عنده أولاد يعني بدو يشربون مية مشان ما يشرشروا على حالهم. فاشترينا لمودو أفندي أم هيدي قال بدو يجرب وحدة. دي عصارة عصارة هيت لندوقة ندوقة مفكر شي عصير. هي مي. إذا عندكم أولاد هيك أشياء منيحة، ما بتشرشر مي، ما بتكبكب. يلا بس نوصل على هذا القسم، هيدي بيعلقه هون عند هذا القسم. أنا رايحة على القسم تاعي. مطول أنت هون هيدي؟ لشبع عيني من هالمنظر الحلو. تشبع عينك. شبعها للحديقة. لكن أنا رايحة على القسم تاعنا. الزهور والورود يا الله شو بيحبوا الرجال هيك أقسام. أنا بدي أخلقي والله ما فيني ضايم يعني دغري مباشرة ببلشوا إجريه يوجعوني. فهذا هو القسم تاعي أنا هون. أنا ضيعوني بتلاقوني بهيك أقسام هيكو هون. شو في؟ يا الله عم فكر جيب هيك جاطات خشب. بس يا جماعة ما بتتخيلوا سعره كيف بيكون عامل. ليكو $27 بجوز من الله جاط $27. قولوا لي انتو سعره مقبول. عم تعيطي هيدي؟ شو؟ لحلوة. لشو هاي؟ شو هي؟ مثل خزانة يلعبوا فيها ماي؟ بالسيارة يعني وبعدين بتنطوى؟ ايه مثلا بس الضغط فيها. وعملية؟ ما بعرف. شو حلو؟ قد ايه 5 لتر؟ حلو والله. ليكو هون القسم اللي بشاكير والفوط على انواعها واحجامها واشكال. عليكو هيدا النقش شو حلوة للمطبخ. حلوة هالسلة البصل والثوم. ليكو حتى هون في اشياء خشبية مرتبة والله. ليكو هاي شو حلوة للفواكه، كتير حلوة. يعني هي ديكور، هي بتشيل الفواكه الموز الخضرة كتير مرتبة. هول اللوحات لتقديم الاجبان بعتقد. تعالوا اخذكم جولة بهذا القسم لانه عن جد حلو. هذا للبهارات بيجوا بس 4. تفرجيكم ازاز من جميع الجهات. لحظة لنشوف بس. من جميع الجهات. شايفين حبيب قلبي احلى ما طلعوا بعدين اتبشتغل بترجيعه. هيدا لعلب الشاي فينا نصفصف فيه نشا، بس لكو سعره $43. يعني الاسعار كلها مكتوبة، انتو فيكم تقروا الاسعار انتو عم تتفرجوا. شو هيدا؟ يمكن ارجيلي ما بعرف. هذا حطب. هلو صحون السود انا بيعجبوني، سعره $8.5. الله حجمه كبير كبير. هي من كركماز. ليكو قدي سعره؟ صاير سعره $74. فخلينا نفتح نشوف كم طنجرة فيها. ستة طناجر؟ كيف ستة؟ لا 3 طناجر و3 اغطية.
منهم ست طناجر. اوكي ثلاث طناجر شفتوا؟ صف قطع كبيرة. ثلاث طناجر وثلاث أغطية، بس الطنجرة الكبيرة تاعها مش كتير كبيرة يعني. قررنا ناخذها لهيتي على المي. بتفيدنا بالجزادير. تصير مثل الجالون وإله حنفية. بونجور. بونجورك يا بطاح. هذا بطاح أفندي ها؟ هذا بطاح أفندي. هذا أكبر من رماح. لا أصغر منه هذا. بطاح أكبر يا هادي؟ لا يمكن ابنه يمكن هذا. آه هذا ابنه لرماح؟ ايه ابنه لرماح. ليه متخيلته أكبر؟ لا هذا ابنه. روح روح على بيتك ولا روح عم بتشتت الدنيا. يلا باي. رماح سيلفو بلاي. بعد. ليك ليك رماح. يا عمري. بقعة يعني أنا يا رماح يا بقعة؟ بعدي عن طريقي بدي أمرق. بخيل الله اللي خلقك. يلا ما أحلاها. شو كيف بتلحقني؟ باي. شو رماحو رماح افندي والله انك شخصيه. يلا رح فوت جيب لك اكل انت وبقع خانم. ماما اعطوني شيء عندو. شوية ملح وحصرا ماء مغلي. بسم الله يكون غليان غلي. الشيشبرك صار جاهز عندي. أنا طريقتي بالشيشبرك كتير سهلة، كلكم صرتوا حافظينها. هلا بدي بلش أغلي اللبن. دايما بحط اللبن بالبراد بهي طنجرة الستان الستيل الصغيرة، بطلت حط بالفخار لأنه الفخار حسيته عم يتاكل، فرح فضيهم بالطنجرة الكبيرة ما شاء الله لأنه اللبن سميك، وأضيف عليه مي وأغليهم. بسم الله. الطنجرة كيف عرقانة من برا لأنه كانت بالبراد وطلعتها لبرا على المطبخ. بسم الله. بلش اللبن بده يغلي، ما أخذ كتير وقت. ليش؟ لأنه أنا ما ضفت له المي. أنا بس لبن على الحل عم سخن له مي على جنب ببريق هون على جنب عم سخن له مي، أضيف عليه فوق شايفين صار يغلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هاد لفرجيكم قوامه. في مرة واحدة من حبيبات قلبي المتابعات كتبت لي يا ليلى عملي معروف اكتبي لي شو بتحطي لللبن، نشا ولا بيض؟ أنا كل مرة بحط شيء. فيك تحطي ملعقة طعام من النشا بس على البارد، وفيك تحطي بيضة كمان بصير. الطريقتين بيمشي حولهم، انت شوفي شو المتوفر عندك وحطي. هلا بعد ما اللبن غلي عندي المي كمان هون غليت، بسمي بسم الله ونضيف المي. هلا هون انا اختصرت وقفة كتير طويلة على الغاز، لو كان ضايف اللبن المي بالبداية على اللبن كانت زادت الكمية وطالت وقفتي على الغاز. يعني بدل ما أوقف ربع ساعة أو عشر دقايق بدي يصير أوقف نص ساعة وأكتر. هيك صار الأمور كلها عندي تمام. هلأ رح ضيف الششبرك. نظفت المكان يلي رقيت فيه العجين وجليت الجليات. خي إذا عملنا هاي التركيات نحن وعم نعمل الطبخة قدي منخفف على حالنا شغل. وطنجرتي هونيك عم تغلي. يا سلام على هالمنظر شي بشهي. انني اصنع الحساء. وهون هلا وصلوني بقتين كزبرة. خي شو انه نفرش وطازة عن جد. شو بحب الخضرة بس تيجي هيك طازة على البيت. شي بيفرفح القلب. رح غسلهم وافرمهم واعملهم قلية مع التومات مشان الششبرك. اكتبولي انتو كيف بتعملوا الششبرك هيك مع هاي القلية ولا بتحطوا شي تاني؟
الولاد جاي عبالهم أكلة حلو، أو للأمانة العيلة كلها جاي عبالهم أكلة حلو. فقعدت فكرت شو بدي أعملهم هيك شي سريع وما بده كتير وقت وكتير يكركب لي المطبخ. ما لقيت قدامي إلا الكيك اللبناني اللي هو الصفوف. هاي أطيب وصفة صفوف بحطها بين إيديكم. أنا نزلتها قبل هلأ بالقناة، يلي هني كوبين من الطحين، أي دقيق القمح، والكوب يلي منبلش فيه بدنا نخلص فيه كل المكونات. رح تاكلوا صفوف كأنكم شارينه من محلات الحلوانجيين. ضيف عليهم نصف كوب من طحين الفرخة، بيجي هيك شكله. بنفس الكباية منعبي نص، منضيفها فوق الطحينات. نص كوب حليب بودرة، نصف ملعقة طعام خميرة فورية، ملعقة طعام من البيكنج باودر، ربع ملعقة كربونة. الكربونة رح فرجيكم أنا علبتها، شايفين بتجي مكررة للطعام، ضروري يكون مكتوب عليها مكرر للطعام. بدي استعمل الكركم أو العقد الصفراء، ملعقتين طعام مليانين جبل. لو تتخيلوا قديش الكركم فيه فوائد غذائية وفيتامينات ومفيد جدا ومضادات الأكسدة، فيكن تعملوا عنه سيرش وتعرفوا قدي هو مفيد للجسم. طبعا طعمته ما رح تبين أبدا على مسؤوليتي، بس نحن رح ناخد منه اللون والفوائد، بس كطعمي لا، لأنه نحن حنضيف هلأ مكونات تانية رح تخفي طعمة الكركم تماما. بضيف له نص كوب من السمنة، أنا دوبتها، لو ضلت جزء مش دايبة ما أنا مشكلة، بس الأطيب أنه تكون السمنة حيوانية حبيب قلبي، تطلع أطيب بكتير. حركهم مع بعضهم شوي، قلت أنا عم نبس المعمول. بصير هيك مثل كأنه مثل رمل البحر. هلأ بنفس الكباية اللي كان فيها السمنة رح أعبي فيها مي، بدي كوب ونص من المي، بس قبل ما أضيف المي بدي أضيف السكر. كوب ونص من السكر، هذا أول كوب، والنص النص فيكن تختصروا للربع للملعقتين، عقد ما أنتوا فيكن تختصروا سكر فيكم تختصروا. نعطيهم تقليبة قبل ما نضيف عليهم المي الدافية، يفضل المي تكون دافية لأنه فيها خميرة. هي أول كباية مي دافية، أنا مسخنتهم بالركوة، ونص. العيارات كلها بدها تكون مزبوطة، بس السكر فينا ننقص لعند الثلاث ارباع الكوب، كمان بيمشي الحال، بس رح تكون طعمتها مش حلوه يعني مزه حتكون. خليني احركهم بالمشبك او المضرب اليدوي. بعد ما قلبتهم كتير منيح، خلطتهم منيح، شايفين القوام؟ هيك بده يكون قوام حبيب قلبي لكل لون. هي اطيب كيكه بدون بيض، الناس اللي بتحب الكيك اللي بدون بيض هذا هو. هلا بدي اجهز الصينيه، بدي ادهن الصينيه بالسمن الحيواني، تطلع أطيب من إني أدهنها أي شيء تاني. هستعمل هاي الصينية، استعملوا أي صينية أنتم متوفرة عندكم ما في أي مشكلة. بأخذ شوية سمنة وبدهن فيها كعب الصينية كتير منيح. ما تدوبوا السمنة إذا كنتوا حتدهنوا فيها الصينية لأي وصفة كانت، خلوها بقوامها هيك بتنمد معكم بطريقة أزبط. وهي هاي الكمية اللي شفتوها بإيدي أنا حمرقها على كل الصينية، ما بقى أجيب غيرها يعني. والأطراف أكيد ما بنسيها. بسم الله ومنسكبه، نسكب كل الكمية. قطر الصينية عندي هون 33 سنتيمتر. اي صينيه متوفره عندكم بالمطبخ تفي بالغرض،
وبيمشي الحال فيها على الآخر، إن كان ألومنيو، جرانيت، تفال، سيراميك، ما بتفرق. هلأ بياخد الصينية عندي، منرجع هيك. اللوزات يلي شفتوهم بالأول صار لون منقوعين 4 ساعات، ضروري هذا الوقت كله ينقعوا لحتى بس حطهم بالفرن ما يحترقوا. راح أغسلهم وكب المي هيدا عنهم. باخد حبيت اللوز، فيني رشهم رش إذا ما إلي جليدي وقعد صفصف، وفيني صفصفهم. أنا للأمانة بحب صفصفهم لأنه هلا بالفرن بس ينفش، لأنه هو فيه بيكنج باودر وخميرة، فمحل اللوزات حيكون مثل الخطوط خطوط، بحبه لهذا المنظر. هلا الصينية عندي صارت جاهزة، رح ادخلها على الفرن. الفرن درجة الحرارة 180، بحطه بالرف النص ثانية. بسم الله، الفرن حامي، بنقول لها عيشي حياتك. طبعا الفرن شاعل بس من تحت، ما شاء الله. شو بحكي لكم على الريحة يا جماعة، لفت البيت لف الريحة، شكلها بيشهي القلب. هاي صينيتنا طلعت من الفرن، مجهزة عندي هون القطر. أنا دايما بس أعمل قطر بكترهم هيك شوي، مشان إذا شي وصفات بدها قطر يكون القطر عندي جاهز. فرح فرشي وش الصفوف بالقطر. هذا القطر شغلي إيديا، شايفين القوام كأنه عسل، فباخد شوي من القطر بهذا الشكل. أنا مش غايتي إني أسقيها للكيكي، لا، غايتي اني اعطيها اللمعة مثل اللي منشوفها بالمحلات. يعني شايفين المحل اللي انا دهنته بالقطر، شوفوا الفارق، شايفين؟ هاي التركات كتير مهمة حبايبي بقلبي لنحصل على نفس النتيجة يلي منشوفها عند محلات الحلوانجيين، بس اني اعطيها تلميعة. اي والله الشكل بشهي والرائحة اشهى. يعني شو بدها بس يمكن كباية شاي أو فنجان قهوة يلي انتو بتحبوه. نقطع لنا قطعة من الصفوف ونجلس ونستمتع بالطعم الرائع. شو رأيكم؟ خليها تبرد شوي لأنه بعدها ساخنة. إذا ما عندكم القطر وعبالكم تعملوا قطر وينجح معكم، كل 3 كبايات سكر، 3 أكواب سكر، بدو 2 كوب من المي بس يغلي، منحط لهم عصرة حامض او ملح الليمون، انا بحب احط الحامض عصير فريش، ومنتركه يغلي 3 دقايق ومنطفي الغاز. هلا هو المفروض ننطرها لتبرد، بس صرتوا حافظين ليلى جواد ما بتنطر الكيك ليبرد، فرح اقطعها، اقطع منها قطعه، بحاول شوي شوي ما اجرحها للصينيه. عبالي اتدوقها، شايفين؟ لأنها ساخنة، لأنها عم بقطعها هي وساخنة، فكتير هشة. ليكو الدخنة كيف عم تطلع منها، شايفين؟ بس شكلها بشهي. بس تنضرب هاي السيمفونية معناتها أكتر من رائعة. بتدوب دوابين بتملكوا كيف بتفرط لأنها ساخنة، أنا منطرت عليها تتبرد، بتشهي القلب يا جماعة. جربوها، يلي أكل الصفوف من المحلات حيتأكد أنه هي نفس الطعمة، بس انطروا عليها تتبرد ما تعملوا مثلي.